السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منار اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الثانية. عند اليوم سنتطرق لدرس بالصرف والتحويل، التصريف الفعلي المعتل الناقص في الصفحة 52. هذا تقديم للدرس. في هذه الحصة سنقدم الدرس، إذن في الصفحة 52. إذن نبدأ بالملاحظة والاكتشاف. أقرأ الأفعال الآتية وأكمل ملء الجدول بحسب المطلوب بعد نقله إلى دفتر. إذن أنا أنجزت جدولا أكبر منه، يعني هما كانوا كيعطيونا غير بعض الضمائر، ولكن أنا أنجزته بالنسبة لجميع الضمائر. إذن كاين عندنا ضمائر المتكلم، وعندنا ضمائر الغائب، وعندنا ضمائر الخطاب. إذن نبدأ بالفعل عنا. إذن لدينا الفعل عنا ودعا وبقي. إذن قبل أن نبدأ في تصريف هذا الفعل، هذه الأفعال، إذن الفعل الناقص، ما هو الفعل الناقص؟ هو الذي آخره حرف علة. هنا عندنا ألف مقصورة، هنا عندنا الياء، وهنا عندنا الألف الممدودة، وهذو هما ثلاثة النماذج ديال الأفعال المعتلة الناقصة. إذا يعني إذا صرفت فعلا عنا فيمكنك تصريف الفعل قضى، ويمكنك تصريف كل فعل ينتهي بألف مقصورة معتل ناقص. وإذا صرفت بقية ستصرف خشية، وتصرف فنية، وتصرف كل فعل معتل آخر بالياء. وإذا صرفت دعا فإنك تصرف كل فعل ينتهي بألف ممدودة، دعا، دنا، محا، يمحو. إذن ولكن قبل ذلك هنا خصنا نفرق بين عنا ودعا. عنا هو يسمى الناقص بالألف المقصورة، وهذا الناقص بالألف الممدودة. فاش كنجيو نصرفوا الفعل عنا؟ عندما نريد تحويل الألف تتحول إلى ياء، بينما بالنسبة لدعا تتحول إلى واو. هذا هو الفرق بيناتهم. تصريف هذا الفعل مثله في ذلك مثل هذا الفعل، ولكن الفرق هو عندما، وسنرى ذلك بالتفصيل. بالنسبة لبقية، إذن هذا أصل يعني تبقى الواو الياء ياء، لا تبقى كما هي. إذن نبدأ بتصريف الفعل عانى ودعا في نفس الوقت ونقارن بينهم. إذن نقول أنا عانيت، هنا أنا دعوت. علاش؟ لأن أصل هذا الياء، هاد الألف أصلها ياء. كيفاش كنلقاو حنا هاد الأصل ديال الفعل؟ مثلا عندي واحد الفعل مثلا جنى، بغيت نعرف هنا الأصل ديالو، كنردو للمضارع كنقول جنى يجني، إذن غادي يتصرف بحال عانى. مثلا عندي الفعل دانا، بغيت نعرف الأصل نتاعو كنحولو للمضارع، دانا يدنو، إذن غادي يتصرف بحال داعى. يعني إلا عرفت نصرف داعى غنعرف نصرف دانا، وغنصرف محا وإلى آخره. إذن هنايا بالنسبة للتغييرات التي تطرأ، التغييرات التي تطرأ سبق أن تطرقنا إليها في حصص سابقة، وقلنا بأن هناك تغييرات حيث يحذف حرف العلة، وهناك تغييرات حيث يتحول. إذن بالنسبة لعانى عانيت، ماذا وقع؟ تحول. كذلك بالنسبة لدعا تحولت، كانت لدينا ألف فتحولت إلى واء. كذلك عانينا دعونا عانت، هنا لا، هنا لم ت... هنا في هذه الحالة هذه تم حذفها. إذن الألف تحذفت، إذن هنا تحذفت، إذن هنا تحولت الألف، تحولت إلى ياء، وهنا تحولت الألف إلى واو، ولكن فيها مع الضمير هي حذفت. عانى، إذن هنا بقيت كما هي، إذن هنا بقيت، إذن غنلونها بلون مغاير. إذن الذي بقي نلونه بالأخضر، والذي تحول نلونه بالبرتقالي، والذي تغير نلونه بهذا اللون هذا. عانية، ماذا وقع؟ بقيت، تحولت، هنا حذفت. عانوا، دعوا، إذن حذفت الألف، الواو والجماعة.
عانينا حولت، إذا كانت عندنا الألف تحولت إلى ياء، هنا تحولت إلى واو. عانيت تحولت، عانيت أنت عانيتي تحولت، أنتما عانيتما تحولت، أنتما تحولت بالنسبة للمذكر، أنتم عانيتم تحولت، أنتن عانيتن تحولت. إذن هادو هما التغييرات التي طرأت. نشوفوا دابا بقية، بقية إذن هنا يلاحظوا جيدا، بقيت بقيتا بقوا، إذن في الوحيدة اللي هنايا هنا تحذفت، تحذفت ليا بقية كل. إذن بالنسبة للفعل بقية يختلف عن الفعل عانى ودعا، إذن هنايا ماذا وقع؟ بقيت الياء كما هي، بقيت في الفعل بقية. إذن هنا هذا هو الفرق في التصريف. إذن بالنسبة للفعل لا 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 ناقص بالياء تحذف فقط مع واو الجماعة، هذا الشيء كنتكلمو غير في الماضي، بينما هنا لاحظوا جيدا الياء بقيت كما هي. إذن غادي نمشيو دابا للمضارع ونقارنو عاوتاني. إذن هذا الماضي، دونك الماضي حنا درسناه، دابا غنمشيو ندرسو المضارع. إذن أين هي؟ إذن كانت عندي الألف وتحولت، إذن هنا تحولت، نعني تعني، يعني يعنياني، تعنياني يعنون. إذن هنا هنا حذفت، يعني هن يعنينا، تعني تعنينا، تعنياني، إذن هنا تعنون حذفت. إذن هناك في بعض المرات تحذف وفي بعض المرات تبقى. إذن الشأن في ذلك حتى بالنسبة لأدعو غنلقاو نفس الشيء. غادي نشوفو بالنسبة لدعا، إذن أدعو ندعو تدعو يدعو، إذن الفرق هو الواو مع الياء. هنايا حذفت، إذن هنا حذفت الألف ولم تتحول، إذن الباقي غادي نلقاو نفس الشيء. كذلك هنا حذفت، كذلك هنا بالنسبة ل أنتن. إذن بالنسبة للبقية، إذن ماذا وقع لها؟ إذن هنا أبقى، إذن ماذا وقع؟ تحولت، تبقى تبقى، هنايا بقيت كما هي، هنا حذفت. إذن حذفت مع الضمير هم، وحذفت مع أنت، وحذفت مع أنت. إذن غادي ننتقلو دابا للأمر. إذن الأمر عنا إعني، إعني أين هي الألف؟ حذفت، كذلك هنا حذفت، كذلك هنا حذفت، هنا إبقى، أدعو. هنا تحولت، 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 هنا كانت عندنا الألف، إذن إذن هنايا في هذه الحالة هنايا حذفت، حذفت الألف، هنا حذفت الياء، هنا حذفت الألف. بالنسبة للباقي تحولت، تحولت إلى إلى حرفها الأصل. إذن هذه هي التغييرات التي طرأت في في تصريف الأفعال الناقصة. إذن ننتقل للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا الجدول. إذن بالنسبة للسؤال الأول أو للسؤال الثاني، إحنا ملأنا هذا الجدول، إحنا ملأناه، إحنا ملأنا أكثر من هذا الشيء اللي عطاونا. دونك هنا أحدد نوع كل فعل معتل من الأفعال الآتية. إذن عانى ودعا وبقي فهي أفعال ناقصة. أذكر أصل حرف العلة في كل من الفعلين. إذن عانى، ما هو أصل حرف العلة؟ إذن أرجع المضارع، عانى يعني، إذن عانى يعني، إذن أصله ياء.
بالنسبة لدعا، دعا يدعو، أصله هو واو. إذن من دابا هذه قاعدة خصنا ناخدوها، غير نبغيو نصرفو شي فعل ناقص خصنا نحولو للمضارع باش نشوفو أصل الفعل. باش غادي نمشيو، واش غادي نمشيو مثلا مثلا معانا، غنمشيو بالياء. حنا كنحولو في الفعل في الحرف ديال المضارع ديال العلة، وحنا كنحولوه ياء. فاش يكون الأمر كيتعلق بدعا وإخوانه من الأفعال، هنا غادي نقلبوا الالف واو. اذا هذا هو علاش هما كيسولونا على اصل حرف العله، لان فاش تجي تصرف خصك تستحضر. دابا مثلا ناخذ شي فعل مثلا كسا، واش غادي نقولوا يكسي ولا يكسو؟ اذا الا كنا غنصرفوه بالواو غنصرفوه على طريقه دعا، الا كنا غنصرفوه بالياء نصرفوه على طريقه عنا. اذا هو كنقولوا كسا يكسو. إذن دابا شنو نقولوا؟ أنا كسوت، نحن كسونا، هي كست، إلى آخره. وهذا كيسهل علينا التصريف، يعني يقدر دابا أنا نحفظ غير التصريف نتاع الفعل دعا ونطبقه على كل فعل يشبهه، بشرط أن يكون حرف أصله في العلة هو الواو. وعاوتاني غادي نحفظ مثلا التصريف نتاع عانا ونطبقه عاوتاني على جميع الأفعال الناقصة التي أصلها هي. إذن هكذا كنت. أما باش نحفظو حنا التصريف نتاع جميع الأفعال فلا نستطيع. إذن أتأمل الفعل المعتل الناقص في الماضي وأحدد التغييرات التي طرأت عليه إذا أسند إلى غير واو الجماعة وواو الجماعة وإلى ياء التأنيث الساكنة. إذن غادي نمشيو دابا نشوفو الفعل الناقص في الماضي. اذا في الماضي، اذا الى حيدنا واو الجماعه وتاء التانيث، هذه هي. اذا هذه تاء التانيث، عانت حتى هذه تاء التانيث. اذا هادو كيتعتبروا. اذا هنا شنو بغاو يقولوا لنا؟ بان الفعل الناقص، شنو التغييرات التي طرات؟ هو انه تحولت تحول حرف العلة إلى أصله. تحول حرف العلة إلى أصله. أما في هذه الحالة هذو ديال الواو الجماعة وتاء التأنيث، ماذا يقع؟ يحذف حرف العلة. إذا دابا عندنا ثلاثة الاحتمالات، إما يحذف، إما يتحول إلى أصله، إما أنه يعني يبقى. إذن أتأمل الفعل الناقص المعتل الناقص في المضارع وأحدد التغييرات التي طرأت إذا أسند إلى واو الجماعة وإلى ياء المخاطبة وإلى ألف الاثنين وإلى نون النسوة. إذن غادي نشوفو دابا المضارع. إذن إلى نون النسوة شنو كيوقع؟ دونك في نون النسوة يتحول. إذن هنا ثم واو الجماعة. إذا بالنسبة لواو الجماعة شنو كيوقع؟ يحذف. إذا بالنسبة لواو الجماعة يحذف حرف العلة، بالنسبة لحرف يحذف. بالنسبة لياء المخاطبة، إذا غادي نشوفو شنو كيوقع في ياء المخاطبة. أنت اعنينا، ابقى أنت اعني، ماشي اعنينا هنايا، كاين واحد بسيط إيرور هنا، ماشي اعنينا، اعني. دونك اعني، ابقي، ادعي. إذا هذا هو التصريف نتاعها. إذا شنو كيوقع؟ يتحول. إذا هنا يتحول إلى أصله. ألف الاثنين، بالنسبة لألف الاثنين إدعية، أدعوة. إذا كذلك يتحول إلى أصله. بالنسبة لنون النسوة، إذا كذلك ما عدا هنا هنايا تبقينا. إذن كذلك ما عدا هنا اللي بقى في هذه الحالة ديال الفعل بقي، يبقى هو لم يتغير. أما في الآخر في التصريفات الأخرى كذلك ستحول. إذن هذه القواعد صراحة أنا ماشي مع أن القاعدة، أن حفظ هذه القواعد، هذه الاستنتاج، انه هو اللي غادي يخليني نضبط التصريف ديال الافعال،
اللي غيخليني نضبط التصريف نتاع الافعال هو انني نكون عارف كما قلت لكم ثلاثه ديال الانواع الافعال، نعرف نصرف فعل عنده حرف ناقص حرف العله الف مقصوره، واحد نحفظ عاوتاني واحد عنده الياء، واحد عنده الف ممدوده. حينئذ اي فعل عطيتيه للتلميذ راه غادي يمشي معاه. اذا غادي نقراو هذه القاعده، اذا صرف الفعل المعتل الناقص في الماضي اسند الى غير واو الجماعه وكانت لامه الفا قلبت الى اصلها اذن يتحول، واذا اسند الى واو الجماعه تحذف كما قلنا لامه ويفتح ما قبلها اذا كان المحذوف الفا ويضم اذا كان المحذوف واو او ياء، واذا اسند الى تاء التانيث كذلك يحذف وكانت لامه الفا حذف. إذا صرف الفعل الماضي الفعل المعتل الناقص في المضارع والأمر وأسند إلى ياء المخاطبة أو واو الجماعة تحذف لامها، وإذا كانت لامهما ألفا تقلب ياء. إذا هذا هو هذه القاعدة. إذا ننتقل إلى أطبق. أصرف الأفعال الآتية عانى ودعا وبقي في الماضي والمضارع والأمر مع الضمائر التالية أنت هو أنتما للمذكر هما للمؤنث أنتن ثم. إذا حنا صرفناهم في الجدول. إذا غنشوفوا بالنسبة لأنت، إذا أنت عانيتي، إذا أنت عانيتي، أنت بقيتي، أنت دعوتي. في المضارع أنت تعنين تبقين تدعين. أنت هنا في الأمر ادعي ابقي اعني ادعي ابقي. إذا بالنسبة لهو هو، إذا ماذا سنقول؟ هو عنا بقي دعا، هو يعني يبقى يدعو. بالنسبة لأنتما للمذكر، أنتما للمذكر، إذا أنتما عنيتما بقيتما دعوتما، تعنيان تبقيان تدعوان، اعنيا ابقيا ادعوا. ثم هما للمؤنث، هما للمؤنث، عنتا هما عنتا بقيتا دعتا، تعنيان تبقيان تدعوان. أنتن، إذا أنتن عنيتن بقيتن دعوتن، تعنين تبقين تدعون. هنا اللي كاين واحد شوية الفرق، اعنين ابقين ادعون. إذا السؤال الأخير، أحدد زمن كل فعل من الأفعال الآتية ينتمي. إذا هنا هذا ينتمي، إذا هنا باش نعرف أنا أش من زمن هذا، غادي نشوف هذه هي المضارعة وبالتالي فهو مضارع. إذا بغيت ندير الضمير نتاعو هو ينتمي. أدعي، أدعي هذا أمر المخاطبة، أدعي. إذا هنايا ها هو، دونك إلا بغينا نشوفوه، دونك هو أمر، أدعي أنت، أدعي. تم يمشون، إذا هنا لاحظوا كاين أمر، كاين هنا ألف ياء المضارعة. إذا باش كنفرقوا بين الأمر والمضارع والماضي، بالنسبة للمضارع كنبحثوا على الياء والنون والتاء والياء، كاين عندنا التاء والياء والنون والألف، هادو هما حروف المضارعة. بالنسبة للأمر كنبحثوا على داك الألف اللي هي ألف همزة وصل، ادعوا. لاحظوا دابا هنا الامر تلقاو كلهم فيهم داك الالف، لاحظوا دوك الالف هي اللي كتبين ليا بان الفعل مصرف في الامر. اذا هذا الفعل مضارع، مضارع يمشون، هم يمشون. هنا بقوا، هنا ما عندناش الالف ديال الامر وما عندناش حرف المضارع، اذا كيبقى ماضي بكل هدوء. اذا الامر سهل، اذا بقوا هم، هم بقوا. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة. إذا موعدنا مع حصة أخرى للتثبيت يعني الاستثمار في حصة قادمة في درس الصرف والتحويل تصريف الفعل المعتل الناقص.